نفتح الدرس صفحة 112 آخر درس عنا بالوحدة الأولى طبعا، ومخلص مع أنه عطلنا شهر بس مخلص أحسن من السنة الماضية طبعا، مخلص قبل بشهر. التنسيق الكيميائي لدى النبات. هلا شفنا عند الإنسان كان عندي تنسيق عصبي وتنسيق شو هرموني. أخذنا العصبية 11 درس وأخذنا الهرمونات 3 دروس. هلا بدنا نأخذ التنسيق الكيميائي لدى النبات. النباتات ما عندها هرمونات، شو اللي بيمشيها؟ شو اللي بيشغلها يعني؟ شو اللي بيخليها تنمو؟ اسمعي شوي، شو اللي بيخليها مو تمشي تركض يعني؟ شو اللي بيخليها تكبر؟ شو اللي بيخليها فندق استيمان؟ بساطة الأوراق. لاحظوا معي، عندها شغلتين، عوامل داخلية وعوامل خارجية. خارجية مثال عندنا طبعا الضوء، الحرارة إلى آخره. داخلية هي مواد التنسيق النباتية، مواد التنسيق النباتية والمورثات، والمورثات التي توجد بداخلها. فقايلين لي بالمقدمة ولاحظ أن شجر التفاح إيمتى بيظهر؟ في شهر آذار يعني بالربيع، وتنضج الثمار في شهر آب، إيمتى آب؟ يعني بالصيف، وتتساقط الأوراق شتاء، وهذا بشكل دائم من كل عام. هيك كل سنة هيك بصير بالتفاح. عم بيقولوا لي كيف يتم ضبط هذه العمليات؟ السؤال تحت، إن تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات، هون اكتبوا لي كيف يتم تنظيم، كيف يتم تنظيم العمليات الفيزيولوجية. شو لنا معنى الفيزيولوجية؟ الوظيفية. كيف يتم تنظيم العمليات الفيزيولوجية للنبات كالنمو والانجذابات وعملية الإزهار وتثبيط النمو؟ إذا تخضع لتأثيرين، عوامل خارجية وعوامل داخلية. العوامل الخارجية شو هي؟ ضوء، حرارة، الجاذبية الأرضية. العوامل الداخلية شو هي؟ المورثات ومواد التنسيق النباتية. كلها العلاقة بتثبيت الجذور مثلا، الجاذبية الأرضية تمام، بنمو الصاب. مواد التنسيق النباتية اسمعي شوي، بتكون بالقمة بتنجذب لتحت، شو السبب اللي خلاها تنزل لتحت؟ هي الجاذبية الأرضية. هلا بدنا نشوف كل هالحكي خلال درسنا تمام، رح نشوف كل هالحكي المذكور خلال الدرس. عم بيقولوا لي عرف مواد التنسيق النباتية. طب شو هي مواد التنسيق النباتية بشكل عام؟ هي مركبات عضوية تنتجها بعض الأنسجة النباتية، لكن بتراكيز شو بتكون؟ ضئيلة جدا، وتنتقل إلى أماكن أخرى من النبات، وتنتقل إلى أماكن أخرى غالبا، لتقوم بتأثيرات وظيفية وشكلية. لاحظ معي شو أصله. مواد التنسيق النباتية ممكن ينتجها الجزر. الجزر إذا نتج الجزر لوين بدها تنتقل؟ إلى أماكن أخرى من النبات، تنتقل للساق، تنتقل للأوراق. طب إذا نتجت مواد التنسيق الأوراق لوين بتنتقل؟ على الساق والجذور. بهالشكل هذا بتقوم بوظائف أو بتأثيرات شكلية على النبات ووظيفية تمام؟ إذا مواد التنسيق النباتية شو هي؟ عبارة عن مواد عضوية. مين بينتجها؟ نفسه النبات، يعني أجزاء من النبات، وبتنتقل إلى أجزاء أخرى من النبات غالبا، لتقوم بتأثيرات إما وظيفية وأيضا شكلية. عدد أهم مواد التنسيق النباتية، عدد أهم مواد التنسيق النباتية. أسماءهم شوي صعبين، نقسمه للإسم لقسمين ونحفظه. أوكسينات، أوكسينات، جبري لينات. إذا أوكسينات، جبري لينات، سايتو كينينات، سايتو كينينات، سايتو كينينات. بعدين حمض الأبسي سيك، حمض الأبسي سيك. آخر شيء الإيتيلين، الإيتيلين. نرجع من عيد، هاي المواد الخمسة مواد تنسيق نباتية، كلها إلى دور. اسمع شوي، كلها إلى دور بنمو النبات، استطالة الخلايا، إلى دور بنضج الثمار، إلى بتأخير شيخوخة النبات، إلى دور في تساقط الأوراق. هالخمس مواد هلا بدنا ندرس كل مادة منهم شو وظيفتها تمام. نرجع من عيد،
أهم مواد تنسيق النباتية شو هي؟ الأوكسينات، جبريلينات، سيتوكينينات، حمض الإيتيلين، عفواً حمض الأبسيسيك والإيتيلين. هلا شايفين هالصفحة؟ أهم مواد تنسيق النباتية. افتحوا لي على آخر صفحة بالدرس، بدنا نحفظهم من هني. تمام؟ آخر صفحة بالدرس بدنا ناخذها هلا فوراً. الجدول، الجدول. الصفحة 118. اكتبوا لي فوقه قارن بين مواد التنسيق النباتية الآتية، قارن بين مواد التنسيق النباتية الآتية من حيث الوظيفة الأساسية، يعني شو وظيفتها، وأماكن إنتاجها في النبات، وأماكن إنتاجها في النبات. إذا قارن بين مواد التنسيق النباتية الآتية من حيث وظيفتها الأساسية وأماكن إنتاجها في النبات. ليكو رح نعددهم نفسهم: أوكسينات، جبريلينات، سيتوكينينات، حمض الأبسيسيك، وشو هو؟ الإيتيلين. تعال نشوف كل مادة من هالمواد شو وظيفتها وشو عنا بمكان إنتاجها في النبات، يعني بالتحديد. تعال نشوف الأوكسينات: تنشيط استطالة خلايا النبات، تنشيط استطالة خلايا النبات. 2. سيادة القمة النامية، سيادة القمة النامية أي السيطرة القمية للبرعم الانتهائي، يعني البراعم هي اللي بتلاقوها من فوق، من فوق مين بيساهم بنموها؟ هي الأوكسينات. إذا سيادة القمة النامية ولا دور في الانجذاب الضوئي والانجذاب الأرضي. انجذاب ضوئي النبات لوين بينمو؟ نحو الضوء. تمام؟ بشكل عام فهي لها دور في الانجذاب الضوئي والانجذاب الارضي كمان. اذا بنرجع بنعيد وظائف الاوكسينات بشكل عام، طبعا واحد بيقول لي استاذ بكفي نحفظ موقع ونحفظ وظيفه، طبعا بكفي، بس ممكن يجينا اخطر اجابه صحيحه، بدنا نكون على اطلاع على الكل. نرجع بنعيد: الاوكسينات لها دور في تنشيط استطاله الخلايا النباتيه. 2. سياده القمه الناميه. 3. الانجذاب الضوئي والارضي. اماكن انتاجها للاوكسينات: رشيم البذرة، رشيم البذرة. 2. القمم النامية والأوراق الفتية. إذا رشيم البذرة، القمم النامية والأوراق الفتية. بنحفظ وراها فورا مشان نعمل مقارنة بين الجبريلينات. الجبريلينات في شوي تشابه بيناتهم. لاحظوا أماكن إنتاج الجبريلينات: الأوراق القمم النامية، الأوراق الفتية. شو الاختلاف؟ الجذور بكميات ضئيلة. يعني معناتها أماكن إنتاج الجبريلينات والأوكسينات نفسهم، بس في اختلاف بالاثنين. هون هنيك رشيم البذرة، هون الجذور بكميات ضئيلة. طب شو وظيفة الجبريلينات؟ تنشيط إنتاج البذور، تنشيط إنتاج البذور. شو معنى إنتاج؟ لاحظ معي أنتوا كلكم لما كنتوا صف أول وثاني تحطوا بالقطن حمص أو عدس وترشوا مي، لما أول ما تنتش البذرة، أول ما يطلع منها عود أخضر أو أصفر بتذكروا هذا شو بنسميه؟ إنتاج. هون بتكون عم تنتش البذرة. نرجع بنحكي إذن تنشيط إنتاج البذور. 2. تنشيط استطالة الساق ونمو الأوراق. هنيك كان تنشيط استطالة من هنيك خلايا النبات، هون تنشيط استطالة الساق ونمو الأوراق. آخر شيء تنشيط عمليات الإزهار ونمو الثمار. نرجع بنعيد وظائف الجبريلينات: عندها تنشيطين، إنتاج البذور والإزهار، إنتاج البذور والإزهار. عندها نوعين بال شو اسمه بالنمو، نمو الأوراق ونمو الثمار. عندها تنشيط استطالة شو الساق وتنشيط إنتاج البذور. أكيد مهم. هلا بنرجع بنعيد: الجبريلينات والسيتوكينينات. راح طلع على جدول هام جدا جدا جدا، لانه اذا بتبحثوا بأسئلة الدورات بالدور من 2013 لهلا بتشوفوا مواد التنسيق النباتيه جاي كثير أسئلة الدورات منها. يعني دائما بيقولوا لك ما وظيفه، ممكن حدد موقع. طبعا تحديد موقع هي اول سنه او السنه الماضيه وهالسنه ما كان موجود يعني، بس الوظائف كانت موجوده من زمان. نرجع من عيد رح نقارن نحن بين الجبريلينات والأوكسينات. خليكم معي، أماكن إنتاجهم اثنيناتهم شو كانوا؟ شغلتين مشتركتين: الأوراق النامية
وشلنا القمع القمم النامية والأوراق الفتية. لكن الأوكسينات يتم أيضا إنتاجها من رشين البذرة وهنيك من الجذور بكميات ضئيلة. خلصنا منه. مين له دور فيهم باستطالة خلايا النبات؟ الأوكسينات. مين له دور باستطالة الساق؟ الجبرلينا. هاي استطالة باستطالة خلصناها. مين له دور في إنتاج تنشيط إنتاج البذور وتنشيط الإزهار؟ الجبرلينا. مين له دور بسيادة القمم النامية؟ الأوكسينات. مين له دور كمان عنا كان ثواني شوي بالانجذاب الضوئي والأرضي؟ كمان الأوكسين. مين له دور بنمو الأوراق ونمو الثمار؟ الجبرلينا. تمام؟ هذا الأوكسين والجبرلينا. هلا بدنا نقارن شغلتين، السيتوكينينا وحمض الأبسيسي. تعالوا نشوفهم مع بعض من وين بيتم إنتاجهم. السيتوكينينات سهلة، من الجذور. أما حمض الأبسيسي الأوراق والسوق. طبعا النبات بشو بيتألف من شكل عام؟ الجهاز الإعاشي. لاحظ الجهاز الإعاشي للنبات من شو بيتألف؟ جذور، صاب، أوراق وأبصال، بصل يعني، لأنه في بعض النباتات شو في عندها كمان؟ بصل. فنحن بشكل عام كل النباتات جهاز الإعاشي بيتكون أبصال، سوق، أوراق، جذور. هلا عندنا السيتوكينينات أين يتم إنتاجها؟ في الجذور. أما الثانية من وين؟ من الأوراق والسوق. يعني هي كل أجزاء النبات تقريبا. السيتوكينينات لاحظوا شو وظيفة مادة التنسيق السيتوكينينات؟ تنشيط انقسام الخلايا والنمو والتمايز. شو عرفنا التمايز قبل هالمرة نحن؟ هو التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا. التخصص الشكلي والوظيفي للخلايا. نرجع من عيد سيتوكينينات. لما الخلية مو هون تنشيط استطالة الخلية، لا، انقسام الخلايا. يعني خلية بالنبات رح تنقسم. مين المادة اللي لها دور بهالأمر؟ السيتوكينينات. لها دور في تأخير شيخوخة النبات. يعني النبات بده يكبر بالعمر، مين اللي بيأخر له بهالشيخوخة هاي؟ كمان السيتوكينينات. إذن السيتوكينينات لها دور في تنشيط شو قلنا نحن؟ انقسام الخلايا والنمو والتمايز وتأخير الشيخوخة. أين يتم إنتاجها؟ من الجذور. أما حمض الأبسيسي لاحظ شو وظيفته؟ تثبيت نمو البراعم والبذور وإغلاق المسام خلال الجفاف. لاحظ معي موسم الجفاف الشجرة مشان ما تجف وتخرب وتيبس، البخار أو الشمس ما بتمتص المي متحولها لبخار. فطبعا ردي. فبشكل عام الله أكبر الله أكبر حمض الأبسيسيك. كنا عم نحكي نحن عن حمض الأبسيسيك. آخر شيء مواسم الجفاف ما في مي كتير، تمام؟ المي من وين بتعبر؟ من النبات لفوق، من المسام. فحمض الأبسيسيك يمنع تسرب الماء عن طريق شو؟ إغلاق المسام، بيغلقها مشان ما تجف النبات. وتاني شيء له دور في تثبيت نمو البراعم والصوف. يعني لاحظ معي الشجرة بتنمو لحد معين، مزبوط ولا لا؟ أكيد ما بضل عم بتمد كل عمرها لفوق. مين بيثبت نمو البراعم بالنهاية؟ حمض الأبسيسيك. البذور أنت مو معقول تفتح تفاحة تشوف بذرة هيك كده، يعني إلى حد معين البذرة، مزبوط ولا لا؟ مين بيثبت نمو هالبذور جوا؟ حمض الأبسيسيك. يعني مشان ما تاخذ حجم اكبر. لاحظ كل فواكه او خضره إلى حجم معين البذره، مين بيثبت نموها؟ حمض الأبسيسيك. بشكل عام اين يتم انتاج حمض الأبسيسيك؟ في الاوراق وايضا السوق. السوق طبعا ساق، اذا جانا بالعربي بكره اجمع كلمه ساق شو من اللون؟ سوق. تمام. بذره بذور، ساق سوق. بشكل عام ورقه اوراق. شو جاكم بالامتحان الاخير وغربطوا فيها الطلاب السنه الماضيه؟ جيتهم كلمة سريح السرة غربطوا فيها يا ضيعانكم يا بكالوريات اللي عم بغربطوا السنة الماضية بجمع كلمة سريح السرة. ايه خليكم معي. الإيثيلين آخر اسمع شوي
هل ليكن يا شباب؟ شوف الطلاب عم بيعانوا من حفظ هالجدول على الانترنت بشكل عام. هلا الإيثيلين بتلاقوا انتو شجر الموز احيانا غالبا بيحوشوا العنقود تبع الموز هو واخضر. طب انت بتتفاجأ انه بينباع بالمحلات لونه اصفر. طب كيف؟ ليش ما بيتركوا؟ لاحظ ما بيحطوه بكياس، كياس توز تمام؟ بيحطوا معه تفاحة او ليمونة، لا ما ضروري معفنة، عادية تفاحة عادية او ليمونة او اي شغلة تانية مستوية، موزة مستوية بيسكروها وبيحطوه بالخزانة او بمكان في ظلام يومين ثلاثة اربعة، بعدين بيشيلوا بيكون اصفر. طب اسمع شوي، شو السبب انه استوى الموز الاخضر مع انه ما على امه؟ يعني لاحظ معي، الثمار الناضجة مثل التفاحة تنتج مادة تنسيق نباتية شو اسمها؟ الإيثيلين. بيحطوها وين مع الباقيين؟ بتنتج الإيثيلين، هنا بينضجوا تمام؟ فالثمار الناضجة بشكل عام الإيثيلين نستخرجها من وين؟ من الثمار الناضجة. تعال شوف شو وظيفة الإيثيلين، تسريع نضج الثمار وتساقطها، تساقط الأوراق الهرمة، يعني ياما بالخريف لما بتتساقط الأوراق لما كبرت بالعمر مظبوط ولا لا؟ يعني انتهى عمرها، شو بتكون فرزة هيدي الأوراق؟ إيثيلين، فبتتساقط. نفس الشيء الثمرة نضجت على أمها فرزت إيثيلين، فرزت كثرة الإيثيلين بهرة بخليها تتساقط بالنهاية خالصين، يعني انتهى ما بقى إلى وجود على الشجرة. ياما بتروح انت على الضيعة بتلاقي تحت الشجرة تفاح مستوي، ليمون هارف، شو السبب؟ إذا قالوا لك أنت علمياً بتقول لهم بسبب مادة التنسيق النباتية الإيثيلين. من أين يتم إنتاج الإيثيلين؟ تعال نشوف، ثمار الناضجة، نفس الأوراق الهرمة وجميع الخلايا الحية بشكل عام، جميع الخلايا الحية عموماً تنتج إيثيلين. طبعاً مو الحية عندنا نحن، عند النبات، يعني جميع الخلايا الحية عند النبات بتنتج إيثيلين، بس بشكل خاص مين؟ الثمار الناضجة والأوراق الهرمة. طبعاً الجدول هون ما رح أعزبكم تحفظوه هون بالصف، الجدول بشكل عام بدي أترككم لحتى نحفظه بالبيت. هلا نحن نرجع أو نرجع بأدراجنا للدرج للصفحة الأولى بالدرج. طبعاً بس من بعد إذنك كتبتوها في التسجيل ثواني. نحن خلال درسنا هذا يا شباب، لا ما فتنا بالدرس، خلال درسنا هون بدنا نجرب، اسمع شوي، بدنا نجرب، شفتوا الوظائف اللي حفظناها بآخرة الدرس؟ بدنا نعمل هلا تجارب على الكل لنستنتج الوظائف تمام؟ بدنا في كذا عالم عمل تجربة، بدنا ندرس تجاربهم لنستخلص كيف جابوا لي هالوظائف هاي. تعالوا نبلش، بشو استخدموا بالتجارب؟ هذا المستطيل اللي فيه بالأخضر، عرف البادرة، اكتبوا لي أول سؤال، يلا يا زينب عرف البادرة، أضيف إلى معلوماتي، تنتج البذرة، تنتج البذرة لتعطي نباتا ذاتي التغذية يسمى شو؟ بادرة. يعني خليك معي، أول ما تنتج البذرة هذا النبات الصغير ذاتي التغذية شو بنسميه؟ بادرة تمام؟ اثنين أو قبل اثنين عم بيقولوا العلماء أجروا تجارب على بادرات نباتات الفصيلة النجيلية، علل ليش العلماء جابوا لي بادرات الفصيلة النجيلية وعملوا لي عليها تجارب لسهولة العمل، لسهولة العمل. النباتات الفصيلة النجيلية حاطي لك مثال، قمح، شعير، شوفان، شوفان شي بيأكلوا البقر وحتى البني آدمين بيأكلوا، بيشبع شوي، بيشبه حب الشعير تقريبا او القمح، بيعملوا رقائق بياكلوا العالم مع الحليب احيانا او مع هيك. ايه الكوليوبيتيل، سؤال دورتين، سؤال دورتين او ثلاثه، عرف موقع الكوليوبيتيل، عرف او حدد موقع، جاي سؤال دورتين او ثلاثه. غمد مسدود الذروه يحيط بالورقه الاولى لنباتات مين؟ الفصيلة النجيلية، يعني حدد موقعه أين يحيط بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية. إذن هو غمد مسدود الذروة، يعني ذروته مسدودة، وين بحيط؟ بالورقة الأولى لنباتات الفصيلة النجيلية. عرف الآغار، هذا كلهم بدنا نستخدمهم بالتجارب اليوم، بدنا ندرسهم.
مادة جيلاتينية سكرية تستخرج من وين؟ من أحد الطحالب البحرية. جيلاتينية يعني مثل الجيلة، هي تستخرج من أحد الطحالب البحرية. طبيعتها شو هي؟ سكرية. هي عبارة عن مادة سكرية جيلاتينية تستخرج من أحد الطحالب البحرية. خليكم معي شوي، ايه ما سهل، خليكم شوي معي. الفصل الأول أو السنة الماضية جابوا 34 أو 36 علامة من هالدرس لحاله، يعني بالفصل الأول. ورقة العمل أو السنة الماضية بالدورة جابوا ورقة العمل من هون، تمام؟ يعني ورقة العمل هي بتجي آخرة الدرس. لا هي صار عليها خلاف، يعني جابوا ورقة عمل بس أسئلة عادية، يعني أسئلة عادية أختي عدد وكذا ومن هالأسئلة هي، فكان عبارة عن سؤال حفظي ما هو سؤال فهمي مثل ما هن عم يدعوا. طبعا من الأسئلة بتجي فهم، سؤال حفظي إجا عليه 30 علامة أو 16، وجت عليه هاي 10 26، وجا موقع وظيفة وهالشغلات هيدي، فجابوا كثير. هذا ظلم، لما بيكون في تقسيم علامات على الدروس ما بيصير يجيب من درس من أساس 37 درس أو 38 درس من درس واحد عليه 36 علامة، يعني في يعتبره طالب مدارسه ما حبوا للدرس، فبيروح عليه 36 علامة كرمال هالدرس هذا. يعني ما لازم يجيبوا أكثر من علامة على الدرس، حاجة وزيادة. إذن هلا أدوات التجارب اللي قلنا، أدوات التجارب شفناها، شو بدنا نستخدم بالتجارب؟ البادرة، الكليوبيتين، والأغار. تعالوا نشوف بالرسمة تحت نفس الصفحة، حاطين لي بادرات من تحت، من تحت حاطين لي بادرات وكليوبيتين. مين بيقول لي؟ ليكوا ليكوا، حاطين لي بادرات وكليوبيتين وفاتحين النافذة. الضوء عم يجي من جهة النافذة، النباتات لوين عم بتنمو؟ جهة الضوء. اسمعوا شوي، النبات المعرض جانبيا للضوء أين ينمو؟ باتجاه الضوء. لنفترض أنا عندي غرفة مظلمة، غرفة مظلمة ونحن بس بيجي الضوء من الشباك، يعني ضوء جانبي، لوين بينمو النبات؟ باتجاه الضوء. يعني النبات المعرض جانبيا للضوء ينمو باتجاه الضوء. شو بسمي هالظاهرة هي؟ انجذاب ضوئي. شو بسميها؟ انجذاب ضوئي. هلا بدنا نحل بالصفحة الثانية، راس الصفحة كاتبين لي وحدد جهة نمو السوق. لوين نمت السوق؟ بجهة الضوء، بجهة الضوء. ماذا أسمي هذه الظاهرة؟ الانجذاب الضوئي، الانجذاب الضوئي. إذا نمت السوق باتجاه أو بجهة الضوء سمينا الظاهرة هي شو؟ الانجذاب الضوئي. ما تفسيرك لها وما تفسير الانجذاب الضوئي؟ صغروا خطكم لأنه شي سطرين وشوي وأكثر، براس الصفحة اكتبوها. تنمو الخلايا، تنمو الخلايا وتستطيل في الطرف المظلل أكثر من نموها واستطالتها في الطرف المضاء. تنمو الخلايا وتستطيل في الطرف المظلل أكثر من نموها واستطالتها وين؟ في الطرف المضاء. لأن تركيز العامل المحرض للنمو، إذا لأن تركيز العامل المحرض للنمو في الطرف المظلل أكثر مما هو عليه في الطرف المضاء. إذا لأن تركيز العامل المحرض للنمو في الطرف المظلل أكثر مما هو عليه وين؟ في الطرف المضاء. خليكم معي، النبات نام لجهة الضوء وهون جهة الظل ضل عادي. طب شو السبب انه مال لجهة الضوء؟ هون نمو الخلايا واستطالتها في الطرف المظلل اكثر من وين؟ من الطرف المضاء، لان العامل المحرض للنمو موجود هون مو موجود هوني، صارت ضعيفة، تمام؟ صارت ضعيفة من فوق، ام لوين نمت؟ مالت بجهة الضوء. هون قوية ضلت مثل ما هي، ليش مالت من فوق مو من تحت؟ لأنه ما في عامل محرض للنمو من فوق،
ضعيفة صارت، والخلايا ضعيفة والاستطالة إلا ضعيفة، فمالت لهالجهة هيك بهالشكل هذا باتجاه الضوء. ساعدت التجارب التي قام بها كل من شو العلماء اللي قاموا بها، داروين، جونسون وفين، لتفسير هذه الظاهرة باكتشاف الأوكسينات. نحن بنكتب ما العلماء الذين فسروا ظاهرة الانجذاب، ما العلماء الذين فسروا ظاهرة الانجذاب الضوئي في اكتشاف الأوكسينات. زي ما العلماء الذين فسروا ظاهرة الانجذاب الأرضي في اكتشاف الأوكسينات، يعني العلماء كيف اكتشفوا الأوكسينات؟ من خلال الانجذاب الضوئي. من خلال شو؟ من خلال الانجذاب الضوئي. هوم، جونسون، داروين وفين. طبعا ما بتهمني السؤال، ما بيهمني أبدا، بس يعني نحن تمرئة حال حطينا السؤال. هو داروين وجونسون وفين. هلأ هالثلاثة عاملين تجربتين، بدكم تفهموا معي التجربتين، ما تصفنوا بس فهموا مشان نجاوب، نفهمون بعدين نجاوب على الأسئلة. لاحظوا معي هون، أنا عم النظر في التجربتين ليكوا هون وهون، اللتين أجريتا على بادرات إحدى النباتات النجيلية. وأجيب عن الأسئلة الآتية. يا شباب شوفوا معي، ركزوا معي، رقموهم. 1 2 3 4، 1 2 3 4. إذا مرتبهم للبادرات، 1 نكتب عليها 1 2 3 4، وتعالوا ندرس كل واحدة. تعالوا نشوف البادرة رقم 1 إلى أين اتجهت يا شباب؟ نحو جهة الضوء. سليمة البادرة ولا ما سليمة؟ سليمة ولا ما سليمة؟ كاملة ولا ما كاملة؟ كاملة. خليكم معي، معناها البادرة السليمة ذروتها، ليك هي الذروة، البادرة السليمة ذروتها إلى أين تتجه أو تنجذب باتجاه الضوء. تمام، تعال نشوف 2، البادرة رقم 2 مقطوعة الذروة. البادرة رقم 2 شو صاير فيها؟ قاطعين لذروتها. تعال نقرأ، قطع الذروة ماذا ينتج؟ يعني إذا قطعنا لها، اسمع شوي، إذا قطعنا للبادرة ذروتها شو بصير عندي؟ لا تنجذب أو لا ينجذب الكوليوبيتيل باتجاه الضوء، لا يتجه الكوليوبيتيل نحو الضوء. معناها لهلا استنتجت شغلة يا شباب، لهلا إنه وجود الذروة مهم جدا، مظبوط ولا لا في عملية الانجذاب؟ تعال نقرأ 3. طب هلا بنشوفهم كلهم وبنستنتج نتيجة. 3 شو الذروة موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة، لكن شو حطوا لها؟ ليكو شو حطوا لها؟ غطاء أو مادة غير نفوذة للضوء، يعني حطوا لها حاجز بيمنع دخول الضوء للذروة. تعال شوف شو صار، تغطية الذروة بمادة غير نفوذة للضوء ماذا ينتج؟ ماذا ينتج؟ أيضا عدم انجذاب الكوليوبيتيل باتجاه الضوء. 4 غطوا الساق، لاحظوا معي، 4 غطوا الساق، تركوا الذروة وغطوا الساق بشو؟ بمادة غير نفوذة للضوء، ماذا ينتج؟ أيضا انجذاب الكوليوبيتيل نحو الضوء. خليكم معي، أنا هلا هون استنتجت شغلتين، إذا الكوليوبيتيل سليم وذروته سليمة بينجذب نحو الضوء ولا ما بينجذب؟ بينجذب. طيب نحن إذا قطعنا الذروة بينجذب؟ لا. إذا غطينا الذروة بمادة غير نفوذة للضوء بينجذب؟ لا. فصار عندي أنا قاعدتين، إنه النبات حتى ينجذب على الضوء في شرطين، لازم تكون ذروته سليمة مزبوط وموجودة، يعني لازم تكون موجودة وسليمة كمان. شو معنات سليمة؟ يعني غير مغطاة بمادة نفوذة للضوء. تعال نجاوب على الأسئلة هلا، تعال نجاوب على الأسئلة العجنة. أي البادرات، أو عفوا عند تعريض البادرة لضوء جانبي، أي جهة تنمو أكثر، الجهة المضاءة أم الجهة المظللة؟ نكتب مثل العادة، هلأ أخذناها فوق، الجهة المظللة، يعني خلص الجهة المظللة، الجهة المظللة تنمو أكثر من الجهة المضاءة. أي البادرات لم تنمو باتجاه الضوء في تجارب العالم داروين وجونسون؟ نكتب النباتات التي قطعت ذروتها. مين اللي ما نمو جهة الضوء؟ النباتات التي قطعت ذروتها، يعني 2
والنباتات التي غطيت ذروتها والنباتات التي غطيت ذروتها بمادة غير نفوذة للضوء والنباتات التي غطيت ذروتها بشولنا بمادة غير نفوذة للضوء هي شو ثلاثة واضحة الفكرة لهلا تمام ثلاثة ما الشروط الواجب توافرها لحدوث الاستجابة شو محمد تمام وجود ذروة النبات وسلامتها إذا بنكتب وجود ذروة النبات وسلامتها اثنين تعرضها لضوء جانبي يعني هي بدي اسألكم تنجذب على جنب إذا ما كانت تعرضت لضوء جانبي لا إذا وتعرضها لضوء أيضا جانبي ما الشروط الواجب توافرها لحدوث الاستجابة وجود ذروة النبات وسلامتها اثنين تعرضها لشو لضوء جانبي نستنتج عفوا قبل الاستنتاج بدنا ندرس التجربة الثانية خليكم معي نفهم صح صح طلع فيني شوي جايبين لي بادرتين مرة جديدة تذكروا معي بالدرس الأول بالهرمونات الغضب كان عندي طرائق للإشارات مين بيذكرني فيهم ستة كانوا شو يا محمد برافو كان في عندي ست إشارات لانتقال الهرمونات شو كانت هي بشكل عام بالجسم صماوية نظير صماوية عصبية صماوية مشبكية ذاتية هرمونية حتى النبات عنده إشارات حتى النبات عنده إشارات لاحظوا كيف الإشارات خليك معي إذا النبات نتج مادة التنسيق في القمة الإشارة لوين تنزل للأسفل أما إذا نتجها بالجزر لوين تطلع للأعلى طب يا ترى الإشارات إذا أنا بدي أحط لاحظوا معي جبت بادرة خليكم فهموا التجربة معي بعدين نطلع على الكتاب جبت بادرتين حطيت قبل الذروة لوحدة صفيحة ميجا يعني معدن صفيحة ميجا وواحدة تانية كمان حطيت لها آغار صفيحة من الآغار يا ترى الإشارة بدها تعبر الميجا ولا ما بتنفذ من خلالها أو بتنفذ من الآغار ولا ما بتنفذ من خلالها لاحظ معي مادة التنسيق النباتية أو الإشارة لا تعبر من خلال الميجا لا تعبر من خلال شو؟ صفيحة الميجا وبالتالي ما بيكبر النبات تمام؟ أو لا تعبر الإشارة لا تنفذ أما من خلال الآغار تعبر ولا ما تعبر؟ تعبر أنا هون بس بدي أعرف من خلال هالتجربة هل تنفذ الإشارة الكيميائية في النبات من خلال صفيحة الميجا؟ لا تنفذ ماذا نستنتج؟ ليكو موجودة تحت لا تحدث استجابة للنبات للضوء يعني ما بيستجيب للضوء أما هل تعبر الإشارة الكيميائية من الذروة إلى الكليوبيت عبر الآغار؟ نعم تعبر وبالتالي شو النتيجة؟ يستجيب النبات للضوء لاحظوا معي الاثنين اللي مغطايينا بصفيحة الميجا هل عبرت الإشارة أم لم تعبر؟ لم تعبر مال النبات للضوء ولا ما مال؟ عم تشوفون انتو ليكوا هون خليك معي حطينا صفيحة ميجا عبرت الإشارة الكيميائية لتحت؟ ما عبرت طب بالتالي انجذب النبات للضوء؟ لم ينجذب النبات للضوء طب هون حطينا ليكوا هون حطينا آغار عبرت الإشارة ولا ما عبرت للأسفل؟ عبرت مال النبات للضوء ولا ما مال النبات للضوء؟ مال النبات للضوء هلا هون بدي اقرا السؤال وبدنا نفهم فهمنا الفقره من شو بيعبر من الميجا ولا من الاغار ومين بيستجيب للضوء اللي عبر من الاغار الثاني ما بيستجيب سؤالي هون في التجربه السابقه الاشاره الكيميائيه شو اسمها الثاني العامل المحرض على النمو المتكونه في القمه الناميه متى تستطيع نكتب بنتابع السؤال متى تستطيع النفاذ منتابع بعد السطر الأول سؤالنا متى تستطيع النفاذ ومتى لا تستطيع وماذا ينتج في كلا الحالتين وماذا ينتج في كلا الحالتين يعني أنا بدي أعرف إذا نفذت شو بيصير وإذا ما نفذت شو بيصير واحد تنفذ إلى الأسفل خلال مواد معينة مثل الجيلاتين والأغار
إذا مواد التنسيخ النباتية أو الهرمونات أو العامل المحرض للنمو أو الإشارة تنفذ إلى الأسفل خلال شو مواد معينة كالجيلاتين جوه الأغار. شو بينتج؟ اكتبوا ماذا ينتج بعد كلمة الأغار؟ لتسرع من نمو الساق فيستجيب النبات لمين؟ للضوء. اثنين، ايه ساق الكليوبيتين كي لتسرع من نمو الساق فيستجيب النبات للضوء. شو بس فرجيني مين معه كتاب جديد؟ لتسرع من نمو الكليوبيتيل احذفوا لي الساق بالكتاب القديم، احذفوا كلمة الساق بالكتاب القديم واكتبوا الكليوبيتيل. اخذناها بالتعريف هلا عجنها بالكليوبيتيل. اعطيني شوي الألم من بعد الزين. معناها اللي معه كتاب قديم لتسرع من نمو الكليوبيتيل كوليو بيتل. تمام تفضل. اثنين، لا تستطيع الإشارة النفاذ من خلال مواد أخرى مثل الميجا. ماذا نستنتج؟ لا تحدث استجابة النبات للضوء. لمين؟ لا تحدث استجابة النبات للضوء. فهمنا التجربة شيء؟ فهمنا ايمت بيستجيب النبات للضوء او ايمت او متى تنفذ الإشارة او من شو بتنفذ الإشارة. تمام؟ ليش ما عرفتي ليش ما بتنفذ؟ معدن ما بتنفذ منه مادة تنسيق نباتية بشكل عام، مظبوط ولا لا؟ مادة من معدن مسكر. هلا انت جيبي معدن مسكر وحاولي تمرقي منه مي لتحت، بتمره؟ ما بيمره، لانه الطبيعة ما بتسمع. نفس الشيء هونك، الطبيعة ما بتسمع. اسمعي شوية، اغار مي، جيلاتين جيلي، ما بتعبر منه المي؟ بتعبر منه المي، مثل الاسفنج. الاغار حطي فوق مي بيتشربوا وبينزلوا لتحت. عرفنا هلا ليش ما مرقت من الميجا؟ اسمع شوي، لانه الميجا معدن. هلا انت عندك صفيحه معدنيه مسكره، حط مي فوقها ما بتنزل لتحت، صح ولا لا؟ ما بتسمح للطبيعه. بس الاغار عباره عن شيء مثل الاسفنج، تحلب حط فوق مي بيتشرب المي ولوين بينزلها؟ لتحت. يعني مثل الاسفنجه، حط المي من فوق ما بتنزل من تحت، بتنزل لانه الطبيعه بتسمح فيها. هلا قرانا تجربه فينت، عفوا تجربة داروين وجونسون. هلا بدنا نشوف تجربة فين العالم فين تلاقوها تحت. او في عندي سؤال بستنتج قبل ما نروح على تجربة فين. تستجيب بادرة النبات للضوء عند وصوله. اذا متى تستجيب بادرة النبات للضوء؟ بنحط الجواب بدائرة. عند وصوله إلى قمتها النامية. علل. إذن تستجيب بادرة النبات، متى تستجيب بادرة النبات للضوء؟ عند وصوله أيمات إلى قمتها النامية. علل. ليش بتستجيب للضوء عند وصوله إلى قمتها النامية؟ نتيجة لتكون إشارة في القمة النامية. محل ما في إشارة استجابة. ما أخذنا نحن أيام زمان الإشارة لما توصل على الخلية الهدف شو بيصير عندي؟ استجابة. هون ليش بتستجيب القمة؟ لأنه الإشارة فيها. تمام؟ ايه. الرابع بالكتاب القديم يا شباب محذوف. الرابع من فوق. ما أهمية وجود بادرة نبات كتجربة شاهدة؟ اشطبوا. محذوف بالكتاب الجديد. تمام؟ ايوه. ولاحظ الشكل الآتي. ولاحظ الشكل الآتي الذي يمثل تجربة العالم فين. واجيب عن الاسئله. يا شباب انا بدي اشرح التجربه قبل ما نشوف التجربه، او تعالوا نشوفها وبدي احكي لكم شو قصه التجربه. واحد، مين بيقول لي هذا كليوبيتيل؟ ما هيك كليوبيتيل. العالم فين شو عمل؟ لاحظوا شو عمل. عرضوا لضوء جانبي، بس شو عمل؟ قطع له شو الذروه. جاب كليوبيتيل، هي اول خطوه ليكوها. قطع له الذروه، معرضوا لضوء ليكو جانبي وقطع له الذروه. انما انجذب شيء؟ ما انجذب. احنا ما اخذنا انه لازم تكون الذروه سليمه، مزبوط؟ هون سليمه شيء؟ لا. ليك شو عمل بالذروه؟ حط له قطعه من الاغار تحتها، ليك هاي الحمراء، حط له قطعه اغار شربها بماده تنسيق نباتيه. شو هي؟ الاوكسين. تمام؟ يعني جاب اغار غطوا بالاوكسين مثل الاسفنج غطى بالماء، غطوا بالاوكسين. وين حطوا؟ بالذروه.
بعدين رجع لكم جاب بادرتين وحط على جنب هاي البادرة لكم وهيك بتكون بهذا الشكل حط على جنب منه وجاب الثانية حط على جنب ثاني. تعال نشوف لوين نمت البادرة الإشارة وين تكونت في جهة القطعة ولا بجهة الثانية بجهة القطعة ما هيك ليكو هون هون بالجهة الثالثة جاب قطعة الآغار وحطها هون المشربة بالأوكسين وين نما أو وين تشكلت الإشارة بالجهة اللي حط القطعة فوق ولا بالجهة الثانية بالجهة اللي حط قطعة الآغار فيها. تعال نقرأ هون شو مكتوب إن وضع قطعة الآغار المشربة بالأوكسين في أحد طرفي الكليوبيتل مقطوع الذروة ماذا ينتج؟ يعني إذا جاني بالامتحان ماذا ينتج عند وضع قطعة الأغار المشربة بالأوكسين في إحدى طرفي الكليوبيتيل مقطوع الذروة؟ نلاحظ نمو الجهة يعني انحناء الجهة المخطوط فوق القطعة وانحناء الكليوبيتيل للجهة الأخرى. تمام؟ لاحظ معي هاي القطعتين حطيت الأغار هون وهي تركتها فاضية بالأغار من ينمو نحو الأعلى القطعة اللي فوق الأغار مظبوط؟ أو الفوق لوين بينحني النبات؟ للجهة الأخرى للجهة الثانية مظبوط؟ يعني الجهة اللي فيها الأوكسين تنمو والجهة اللي ما فيها أوكسين تنمو شيء؟ لا. مين كان أسرع بالنمو؟ الجهة اللي فيها أوكسين ولا الجهة الثانية؟ الجهة اللي فيها أوكسين. نحن ما أخذنا يا شباب قبل شوي الأوكسينات لها دور في نمو واستطالة الخلايا معناها اللي خلايا اللي شربت الأوكسين نمت أكثر من الخلايا اللي ما شربت الأوكسين مظبوط ولا لا؟ لأن الأوكسين من وظائفه شو هو؟ نمو الخلايا النباتية واستطالتها أو زيادة أو تنشيط نمو واستطالة الخلايا النباتية. رح نلاحظ هالشغلة هون لاحظي لي مقطع في جدار خلوي ليكو خلية 2 3 4 إلى آخره ليكو الأوكسين هذا بالأحمر مين بيقول لي؟ مين الخلايا اللي عم تنمو الأكثر؟ اللي فيها أوكسين ولا الفاضية من الأوكسين؟ اللي فيها الأوكسين مظبوط ولا لا؟ معناها من العوامل المؤدية لنمو واستطالة الخلايا شو هو؟ الأوكسين. فكاتبين لي هون تنمو وتستطيل الخلايا في الطرف الحاوي على تركيز عالي للأوكسين بشكل أكبر من نمو مين؟ واستطالة الخلايا في الطرف ذو التركيز الأقل. هلا هون اكتشفت عدة شغلات. صرت بعرف إنه الكليوبيتيل المقطوع الذروة ما بينجذب لوين؟ نحو الضوء. إذا قطعنا ذروة الكليوبيتيل وعلقنا قطعة أغار مشربة بالأوكسين وحطيناها على 2 كليوبيتيل من أي جهة بينمو الكليوبيتيل؟ الجهة اللي حطينا فيه القطعة ولا من الجهة الفاضية؟ من الجهة اللي حطينا فيه القطعة. طيب ليش؟ لأنه الخلايا اللي معرضة للأوكسين أو اللي فيها كمية كبيرة من الأوكسين تنمو فيها أو تستطيل فيها الخلايا أكثر من الجهة الأخرى. وصلت الفكرة؟ صعب شيء؟ ما صعب. يعني هلأ جبت أنا شخصين حطيت فوق واحد أوكسين يعني طرد ما شخصين بادرتين لقينا واحد نما والتاني ضل مثل ما هو لأنه هون تركيز الأوكسين جيد هون تركيز الأوكسين عادي ما مشي حاله. يعني الضوء ما له علاقة بشكل عام بس كان حاطين الضوء على جنب هو ما له علاقة أبدا بس عم بيوضحوا لك إنه ما انجذبت كمان يعني إنه مثل هيدي مثل هاي جابوا من الذروة لك. هلا تعالوا نجاوب على السؤال اللي وراء ما اسم المادة الموجودة في القمة النامية والمسؤولة عن الانجذاب الضوئي الأوكسين الأوكسين أو الأوكسينات طبعا جمع أوكسين أوكسينات إذا ما اسم المادة الموجودة في القمة النامية والمسؤولة عن الانجذاب الضوئي الأوكسين كيف وصل العامل المحرض على النمو إلى ساق النبات التي قطعت قمته بتأثير الجاذبية الأرضية؟ شفتوا كيف الجاذبية الأرضية كان بالقمة لوين صار تحت هاي الجاذبية الأرضية وعامل الانتشار والانتشار يعني بتأثير الجاذبية الأرضية وعامل الانتشار ليك عامل الانتشار شو بيعمل مادة سواء موجودة فوق ولا تحت شو بيعمل بينشرها بالكل تمام بكل النبات انتشار وليس انتثار انتشار. ما نوع الخلايا الموجودة في المنطقة النامية؟ نكتب خلايا جنينية
خلايا جنينية. ما الخطوات؟ هلا بدنا نشرح كل شيء حكيته أنا بدنا نكتبه. ما الخطوات التي قام بها العالم فينت وما النتائج التي توصل إليها؟ نكتبها من فوق شوي شوي. ما في داعي لورا على فكرة كتير هي ما كتير كبيرة كمان نكتبها من فوق. واحد شو عمل بالكوليوبيتيل أول شيء؟ قطع قمة الكوليوبيتيل. واحد قطع قمة الكوليوبيتيل. قمة الكوليوبيتيل. اثنين ايه لك قطع قمة الكوليوبيتيل. اثنين عزل الأوكسين. عزل الأوكسين على قطعة الأغار. عزل الأوكسين وين؟ على قطعة الأغار. ثلاثة وضع قطعة الأغار على قمة الكوليوبيتيل. وضع قطعة الأغار على قمة الكوليوبيتيل مقطوع الذروة بشكل جانبي. إذا وضع قطعة الأغار على قمة الكوليوبيتيل مقطوع الذروة بشكل جانبي. أربعة نمى الكوليوبيتيل بشكل مائل. نمى الكوليوبيتيل كيف؟ بشكل مائل. بشكل جانبي. هلا النتيجة الآن النتيجة بين قوسين شو النتيجة؟ نمو الخلايا واستطالتها. النتيجة تنمو الخلايا وتستطيل أو نمو الخلايا واستطالتها في الطرف الذي يحوي الأوكسين أسرع من الطرف الآخر. أنا ليش النبات نمو نحن بشكل مائل؟ لأن نمو الخلايا واستطالتها في الطرف الذي يحوي الأوكسين في الطرف الذي يحوي الأوكسين أسرع من الطرف الآخر. كان يا سؤال السنسينا مكتوب عنكم كمان أو ما أخذنا بالمجموعة الثانية سيناها؟ فرجين شوي يا ريت يكونوا محذوفين. لا موجودين تحت. ايه بدنا نقرأ الحكي هذا نسيت أعطيه ولا المجموعة الثانية. يلا ما مشكلة. لقد استعاد اسمعوا شوي خلينا نقرأ. لقد استعاد النبات قدرته على النمو بعد تثبيت قطعة الأغار المحتوية على الإشارة المستخلصة من وين؟ من القمة النامية أظن الأوكسين. وبذلك توصل العالم فين؟ توصل العالم فين إلى أن الإشارة عرف الإشارة. عرف الإشارة هون عبارة عن مادة كيميائية أطلق عليها اسم شو؟ أوكسين. وهي كلمة يونانية شو معناها؟ الاستطالة أو الزيادة. إذا بنرجع من عيد مين توصل إلى معنى كلمة الإشارة؟ العالم فين. شو معنات الإشارة؟ عبارة عن مادة كيميائية تسمى شو؟ الأوكسين. هي كلمة شو أصلها؟ يونانية. ماذا تعني؟ الاستطالة أو الزيادة. وعند قيام العالم فين ثلاثة أشهر إلا اللي بلكن عليه. وعند قيام العالم فين بتثبيت قطعة أغار محتوية على الأوكسين على أحد جانبي الساق العليا وين زادت سرعة نموها؟ هي نمت أكثر من الجهة الأخرى مظبوط ولا لا؟ شفناها. علل علل لماذا عم بيقولوا لك؟ لأن نمو الخلايا نفس النتيجة يا شباب اللي كتبناها فوق. لأن نمو الخلايا واستطالتها في الطرف في الطرف عفوا الذي يحوي الأوكسين أسرع من الطرف الآخر. هون لماذا؟
لماذا؟ إذا لقينا نمو الخلايا واستطالتها في الطرف شو لنا؟ الذي يحوي الأوكسين أسرع من الطرف الآخر. هي نفس النتيجة يا صبايا، نفس النتيجة، ماي نفس النتيجة يعني. هل استنتج على جنب إن الأوكسين، نكتب سؤال، أين يتشكل الأوكسين؟ أين يتشكل الأوكسين؟ على فكرة كل درسنا نفس الأجوبة كله، أسئلة بتاخدوه من أول لآخر نفس الأسئلة والأجوبة، بس مشان نفهم على فكرة الجدول هداك. إن الأوكسين يتشكل في القمة، إلى أين ينتقل؟ إذن إلى المنطقة التي تليها بتأثير ماذا؟ عاملي الجاذبية الأرضية والانتشار. ماذا يسبب؟ يعني لما بينتقل ماذا يسبب؟ نموها واستطالتها. يعني سؤالي هون هيك بنكتبه، أين يتشكل الأوكسين؟ بنحط دائرة على الجواب في القمة. إلى أين ينتقل؟ إلى المنطقة التي تلي القمة. بتأثير ماذا ينتقل؟ بتأثير عاملي الجاذبية الأرضية والانتشار. ماذا يسبب عندما ينتقل؟ نمو الجهة اللي انتقل عليها واستطالتها. تمام؟ يعني أنا من خلال دراستي صرت أعرف إنه الأوكسينات، طب أنا لاحظ معي هي كلمة يونانية وعرفنا إنه معناها الزيادة والديك، وين عم بيتم إنتاجها؟ في القمة أو في بعض الأجزاء النباتية. لوين عم تنتقل؟ إلى أماكن أخرى من النبات. عرف الأوكسينات، طيب عرف الأوكسينات. هلا توصلنا لتعريف الأوكسينات. هي حموض عضوية. وزنها شو بيكون؟ جزيئي مرتفع ولا منخفض؟ مرتفع. إذن هي حموض عضوية ذات وزن جزيئي مرتفع، تنتج بكميات قليلة، ما أخذنا بالشوي، تنتج بكميات ضئيلة ما كتير يعني، وتنشط النمو في النبات. تنشط النمو في النبات. ما أهم الأوكسينات؟ حمض الخل الأندولي. حمض الخل الأندولي، يعني هذا أكثر إجابة صحيحة ممكن. إذا جاني بالامتحان ما أهم الأوكسينات، شو بدنا نقول لهم؟ حمض الخل الأندولي. ليكو نفس الأسئلة، لاحظوا معي، نرجع منلف ومندور ونفس الأسئلة. أين يتركب الأوكسين وما دورها؟ منجاوب، أخذناهم نحن، أخذناهم بس منجاوبهم. يتركب الأوكسين في القمم النامية ذات الخلايا الميرستيمية. يا شباب ميرستيمية شو معناها؟ تلقي اسم الثاني جنينية. هلا بتطلعوا لي على السؤال الفوق، ليكو فوق، طلعوا لفوق على السؤال الثالث راس الصفحة، محل ما كتبنا جنينية تكتبوا لي بين قوسين ميرستيمية. هون فوق ليكو، 1 2 3 ما كتبنا خلايا جنينية، منحط بين قوسين ميرستيمية اسمها الثانية ميرستيمية. يا ميرستيمية للساق والأوراق بشكل رئيسي، وأيضا في قمم الجذور شو؟ بشكل أقل. وظائف الأوكسينات ما في داعي نحفظها هون، نحفظها من الجدول. ميرستيمية. وليك مكتوب وفي قمم الجذور بكميات أقل. أنت كديهم ما شاء الله عليك، ليه فيهم مكتوبين؟ إيه لا بس بدي أخذ هاي دول التجربة ومخلص. الوظائف احفظوا لي هي من الجدول نفسه ما في داعي، وأماكن الإنتاج من الجدول كمان نفس الشيء. كي دورها ليك هذا نفسه موجود بالجدول هنيك، ما في داعي بالمحلين نفس الشيء. اسمع شوي بالدورتين الأخيرتين، خليك معي، حكوا كتير آخر دورتين، حكوا كثير انه بدي يجي هذا الجدول او المخطط وما اجى، فكثير متوقع وهام. حطوا على المخططين هام جدا جدا ومتوقع. اسفل الصفحه 114. تعال افهمكم قبل ما نجاوب على الاسئله اللي لهم على شو بيحكوا المخططين هذول. تعال شوفوا دي السهلين. بنشوف المخطط الف والمخطط ب. يا شباب حاطي لي من تحت هون الجدول او المخطط بدل على تركيز الاوكسين. رح نشوف وين بينمو النبات اكثر، بالتركيز المنخفض ولا المعتدل
ولا التركيز المرتفع؟ تعال نشوف. تركيز منخفض 10 بالأس ناقص 7، عم ينخفض أكثر 10 بالأس ناقص 6، 10 بالأس ناقص 5 لحتى بيرتفع 10 بالأس ناقص 2. طب يا ترى لاحظ معي، أنا هون عم لاحظ شغلة، مين بيقول لي الرقم؟ اسمع خليك معي شوي، من خلال المخطط إليه، مين بيقول لي مين التركيز الأمثل لنمو الأوكسين؟ 10 بالأس ناقص 5، مظبوط؟ وين ببلش؟ اسمعوا شوي، يتراجع 10 بالأس ناقص 4، وين ببلش؟ لا افهموا معي شو قصدهم، خليكم معي خليكم معي. التركيز الأمثل للأوكسين شو هو؟ 10 بالأس ناقص 5. أقل ولا أكثر النبات شو؟ ما بقى بينمو، تمام؟ يعني إذا زاد التركيز أو كان قليل التركيز النبات شو؟ ما بينمو، تمام؟ يعني هو بينمو بس ما بالشكل لما بيكون التركيز الممتاز. شو هو التركيز الأمثل؟ 10 بالأس ناقص 5. طب تعال نشوف الجدول الثاني يا شباب، لاحظوا معي، حاطين لي من العشرة بالأس ناقص 11 للعشرة بالأس ناقص 1، من التركيز الأعلى أو الأخفض إلى الأعلى. طب يا ترى لاحظوا معي، جهاز الإعاشي للنبات من شو بيتقلى؟ جزر، ساق، براعم، مين عمين مؤكتر شي فيه؟ ساق. تركيز الأوكسين شو المناسب للساق؟ مين بيقول لي 10 بالأس ناقص 5؟ شفتوا انه التركيز الملائم للأوكسين شو هو؟ 10 بالأس ناقص 5، يعني التركيز المناسب هو اللي أكثر شيء بينمو فيه النبات، مين هو؟ 10 بالأس ناقص 5. طب مين بيقول لي شو التركيز تبع الجزر؟ مين بيعطيني الرقم؟ برافو، نكتب تحت 10 بالأس ناقص 10، ما موجودة بس اكتبوها، اكتبوها هون هون هون، ليكوها 10 بالأس ناقص 10، لأنه هي بين العشرة بالأس ناقص 9 والعشرة بالأس ناقص 11. طب مين بيجاوبني على البراعم؟ على البراعم 10 بالأس ناقص 4، يعني نكتب تحت البراعم 10 بالأس ناقص 4، ليكوها هون. طب يا ترى يا شباب مين أخذ التركيز الأمثل؟ الصاف. طب التركيز الأمثل للصاف شو تأثيره على البراعم والجذور؟ ثبط نمو الجذور والبراعم. يعني لاحظ معي، اللي بياخذ التركيز الأمثل مين ما كان شو بيعمل؟ بيثبط الاثنين الباقيين. طب يا ترى لو الجذور محل الساق مين كان بده يتثبط؟ الساق والبراعم. لو كانت البراعم محل الساق هذوك الاثنين. هلا فهمنا الجدولين؟ كثير سهلين يعني، ولادي الصراحه وجوابهم ولادي. خلص بنشوف التركيز تحته الرقم مباشره. تعال نجاوب على الأسئلة وبنكون خلصنا اليوم بعد هالأسئلة. ايه تفضل. هو للكل 10 بالأس ناقص 5، واللي بياخده بيثبت البقية، بس نحن بدنا بالمخطط شو كان تركيز الساق؟ 10 بالأس ناقص 5، دوك شو كان تركيزه؟ كذا وكذا. تعال نجاوب، ما تأثير تغير تركيز الأوكسين على نمو خلايا الساق واستطالتها في الشكل البياني ألف؟ بنكتب تزداد سرعة النمو والاستطالة شوي، لا صغير، تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين. إذا تزداد سرعة النمو والاستطالة حتى حد معين، اكتبوا لي بين قوسين 10 بالأس ناقص 5، 10 بالأس ناقص 5، ثم يتراجع معدل النمو، ثم يتراجع معدل النمو بزيادة التركيز. ثم ايمتى بيتراجع معدل النمو؟ بزيادة التركيز، لما زدت فوق الأس ناقص 5، زدنا 4 و 3 و 2 ناقص طبعا، شو صار بالنمو؟ لاحظوا صار يتراجع، صار يتراجع. هلا استاذ الخميس القادم ضمن الحصة أو ممكن أجلها للتنين اللي بعده حسب، بس هي غالبا الخميس القادم إذا تم التأجيل للتنين اللي بعده، مو هالتنين يعني للبعده. هل نحن عندنا الخميس الجاي المذاكرة؟ متفقين؟ إذا صارت اسمعوا شوي وداخل معها هالدرس صحيح عم نحكي يوم الخميس داخلين معنا الأربع دروس، لأنه يوم يوم الثلاثة منخلصوا لهالدرس، يعني حضروا لهالدرس. أنا بدي آخر أربع دروس مشان نخلص الوحدة الخميس الجاي، إذا ما عملناها الخميس التنين اللي بعده.
يعني يا الخميس يا الاثنين اللي بعده. هلا ما بشكل خلينا نجاوب على الاسئله مشان نخلص الدرس بعدين نحكي على المذاكره. عم نسجل وحدد التركيز الامثل لنمو كل من الساق والجزر والبراعم في الشكل البياني ب. نكتب تحت الساق، نكتب تحت الساق 10 بالأس ناقص 5، نكتب تحت الساق 10 بالأس ناقص 5، نكتب تحت الجزر 10 بالأس ناقص 10، نكتب تحت البراعم 10 بالأس ناقص 4، 10 بالأس ناقص 4. عم نفهم من وين جبنا الأرقام؟ جبناها من الخطط البياني ب. 3، ما تأثير التركيز الأمثل لنمو الساق؟ احذفوا لي كلمة البراعم واكتبوها الساق، لأنه بالجدول حاطين الساق وبدليل المعلم كاتبين الساق. إذن ما تأثير التركيز الأمثل لنمو الساق على نمو البراعم والجذور؟ يعني ضبطوا لي الكلمات، يعني بدلوا لي البراعم بالساق والساق بالبراعم، اعكسوهم. نكتب الجواب. التراكيز المناسبة لنمو الساق أو السوق، التراكيز المناسبة لنمو الساق مثبطة نمو لمين؟ للجذور والبراعم. إذا بنكتب الجواب، التراكيز المناسبة لنمو الساق أو السوق مثبطة نمو لمين؟ للجذور والبراعم. قبل ما تسكروا بس بدنا ناخذ السنتج لأنه على نفس الفقرة، نفس الفقرة نفس الحكي، بس خلينا نقرأ يا شباب. خليك معي، أنا شو استنتجت من هالمخططين؟ لكل نسيج نباتي، ما تأشروا لا تأشروا لا عشي اللي بلكن عليه. لكل نسيج نباتي تركيز أمثل من الأوكسين للنمو، فالتراكيز المناسبة للنمو الساق شو بتعمل؟ تثبت نمو الجذور والبراعم. يعني هون ملاحظة كابين لي إياها مثل السؤال. ويعتمد معدل النمو واستطالة خلايا النبات على عاملين، ما هما؟ هذا الشيء اللي بدي هو يعتمد، هذا السؤال، يعتمد معدل نمو واستطالة خلايا النبات على عاملين، ما هما؟ واحد، التركيز المناسب للأوكسين، اثنين، نمو النسيج النباتي المتأثر بالأوكسين، يعني أظن المتأثر. بيكون خلص درسنا اليوم، يعطيكم العافية، تفضلي.